بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد، حلقه جديده خطيره جدا ان شاء الله يا رب تعجبكم. وصفات سهله وبسيطه علشان تقومي تعملي الاكل كده على طول وتريحي في الحر اللي احنا فيه ده. هنعمل وصفتين ظراف جدا. اول حاجه شكشوكه البيض. يا جماعه اللي ما عملش شكشوكه ده فايته كتير قوي، لانها وصفه لذيذه ومغذيه وسهله، ويعني وصفة كاملة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية وبسيطة، ومكوناتها موجودة عندنا في البيت، طعمها حلو قوي. أنا عن نفسي بموت في الشكشوكة دي مع رغيفين كده عيش طازة بلدي، خطيرة. الوصفة التانية هنعمل الكشري الاسكندراني، برضو لذيذ وسهل وحلو برضو في الصيف، وهنعمل معاه البيض المسلوق المدحرج الحلو ده، خطير. وصفة سهلة جدا واقتصادية ومغذية وحلوة كده في الصيف، إن شاء الله يا رب الوصفات تعجبكم. نقول مقادير اول وصفه على طول. شكشوكه البيض، مكونات بسيطه جدا، معانا تقريبا 6 بيضات، وطبعا حسب بقى عدد افراد الاسره عندك، انت محتاجه تعملي لكل حد بيضه او بيضتين زي ما تحبي. احنا هنا هنستخدم 6 بيضات، هنحط معاهم بصلايه حجمها كبير متقطعه صغير، معانا كمان شبت مفروم تقريبا نص ربطه كده من الشبت المفروم ونص ربطه من الكزبره الخضراء، معانا كمان بقدونس، يعني كزبره وشبت وبقدونس، والكميه اللي انت برضو اللي عندك، يعني مش لازم تلزمي نفسك بنص ربطه، لو انت متبقي عندك حبه هنا على حبه هنا، او في مثلا خضره منهم اكتر من الثانيه شويه مفيش مشكله، تمام؟ او لو حتى في صنف منهم خضره منهم مش موجوده وفي 2 بس برضو يمشي الحال وهتبقى حلوه جدا. معايا كمان فلفل الوان متقطع مكعبات صغيره، معايا مشروم، والمشروم ده طبعا كده ايه حاجه يعني دلع، اوقات بيبقى عندنا في الثلاجه وقبل ما يبوظ ولا حاجه نستخدمه، او لو انتوا بتحبوا المشروم يتحط مع الشكشوكه اللي بالبيض بيبقى لطيف جدا. هنحط طبعا ملح وفلفل، معانا كمون، كزبره ناشفه، ومعانا عصير طماطم. ممكن نستبدل عصير الطماطم ده بطماطميتين حلوين متقطعين مكعبات، هينفعوا برده كده او كده مفيش مشكله. وميه سخنه، شويه ميه سخنه مش كتير، علشان بس ايه نغطي الطاسه ونسيب الحاجات الحلوه دي كلها كده ايه تستوي مع بعضها وبس كده، ولا اي حاجه تانيه. وصفه سهله جدا ولذيذه، تنفع في الغداء، تنفع في العشاء جنب طبق سلطه، ونخلص الاكل اوام وايه ونريح بقى، ونديها بقى بطيخ وعنب والحاجات دي عشان بس ما نتقلش يعني. هنحط شويه زيت، وننزل بالبصل اول حاجه كده، الطاسه بس كده تسخن والبصل يبتدي ياخد لون. وزي ما قلت لكم بقى انا معايا الفلفل الالوان اهو اجيبه جنبي، والمشروم عشان المشروم هحطه على طول بعد البصل، وبعد كده الفلفل الالوان، ومعانا الخضره بقى الحلوه دي كلها، والكزبره والكمون بس كده. مين بيكلمني في الاير بيس يا جماعه؟ مش واخده بالي. اهلا يا استاذ صابر، اهلا وسهلا. الجمهور عادي برضو، المشاهدين قرايبنا مفيش حاجه. ازيك يا استاذ صابر؟ والله يعني البرنامج مفتقدك. طيب يا استاذ صابر استناني على نصرة البرنامج بقى، يعني احنا كده هن ايه في خناقه بعد الحلقه. بص البصل اهو ياخد له بس كده ايه يدبل حاجه خفيفه كده اهو. استاذنكم يا شباب تجيبوا لي الغطا بتاع الطاسه دي لو سمحتوا عشان انا هحتاجه. ونحط المشروم معاه، مشروم بقى متقطع مكعبات، متقطع شرايح زي ما انتوا عايزين. ممكن كمان ندي رشه ملح وفلفل علشان ايه البصل كده يدبل مع المشروم كده اهو. بالشكل ده ومعانا الفلفل الالوان برضو نحطه كده، خطيرة الشكشوكة دي عظيمة بجد، بس عايز عيش طازة، يعني هاتوا عيش طازة بقى بصراحة عشان الموضوع يبقى لذيذ. ايوه بصوا بقى، تعرفوا ان انتوا كمان ممكن تضيفوا عليها ايه الشكشوكة دي؟ ممكن تضيفوا عليها باذنجان متقطع مكعبات
ياخد له نفس التشريحه دي كده. بص هو ممكن ساعتها بقى يبعد خالص عن الشكشوكه يعني، بس هيبقى حلو جدا مع الخضار ده ومع البيض. باذنجان باذنجان رومي متقطع مكعبات. مش عارفه جات لي الفكره دلوقتي كده، حسيت ان هو هيبقى حلو قوي. هو كل الخضار الحلو ده كده بيتشوح، الشكشوكه ما بنحط لهاش توم، لكن لو انت يعني بتحب التوم قوي وبتاع ممكن تحطي فص توم واحد بس صغير كده مفروم، او حتى متقطع شرايح، او فصين توم صحاح كده بس ترميهم يعملوا نكهه لو تحب، برضو هيبقى ظريف كده. عيني عيني على الريحه. نحط بقى شويه شبت وشويه كزبره. بينزلوا بقى دول ريحتهم بتبقى خطيره. وبقدونس نقلب كل الكلام الحلو ده كده مع بعضه. يعني جيت الم اللي على الاطراف راح تطلع بره ما شاء الله عليه. عارفه ليه الحاجات بتخرج بره؟ يلا بصوا بصوا الجمال وريحتها تحفه. هنحط الكزبره والكمون. كزبره وكمون ونقلب. بصوا كل الخضار كده بيدبل ازاي. هحط دلوقتي بقى ايه، عصير طماطم او طماطم مبشوره او طماطم متقطعه مكعبات، براحتكم خالص كله هينفع. بس كده هنا معايا 6 بيضات بقى. ايه عايزه اوسع كده مكان. ادي 1 2 3 4 5 6 كده. ونكسر البيض. ادي واحده هنا وواحده هنا. انا بحب قوي الشكشوكه يبقى البيض بتاعها كده عيون. لو انتوا تحبوه يبقى مختلط معاهم كده يبقى قلبوها. كده اخر بيضه كده اهو. بس كده هنرش عليهم رشه ملح وفلفل كده برضو على الوش. فلفل بس كده وشويه ميه على الجنب كده كده اهو. بس كده ونجيب الغطا نقوم مغطيينها. انا مش لاقيه الغطا، فهرجع بعد الفصل ان شاء الله نكون لقينا الغطا. اغطيها واهدي النار خالص واسيبها تقريبا لمده 10 دقائق بالكتير. هتلاقوا الصفار استوى والبياض استوى والحاجات شكلها كلها كده استوى وبقت تمام. وبالهنا والشفا بقى خطيره. احنا عاملين واحده طبعا هناك بالبيض العيون كده تحفه والله يا جماعه بجد. عايزه شويه ترشي، طبق سلطه، كام رغيف كده عيش بلدي طازه، ونبقى اتغدينا وبالف هنا وشفا. يا رب الوصفه تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. فاصل بسرعه جدا الم اشيائي ونرجع نعمل كشري اصفر سهل قوي ومعاه شويه بيض مسلوق برده مدحرج كده حلو قوي قوي وبسيط جدا. خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت. هنعمل بقى دلوقتي الكشري الاسكندراني بالعدس الاصفر. سهل قوي قوي وجميل يا جماعه برضو. وفي الحر اللي احنا فيه ده الواحد عايز يعمل حاجات
سهله كده وسريعه، ونسلق كام بيضه كده ندحرجهم في حته سمنه مع الكشري، خطير. طبق سلطه بقى او ترشي مخلل او حاجه، خطير. ايه بقى الموضوع؟ معانا كوبايه من العدس الاصفر اتغسل عادي بميه الحنفيه واتصفى تماما من الميه بتاعته. معانا كمان كوبايتين من الرز، الرز المصري بتاعنا العادي خالص، برضو اتغسل كده تحت الحنفيه واتصفى كويس قوي. هنحتاج معلقه صغيره من الكمون، هنحتاج بصلايه كبيره حلوه كده متقطعه صغير او مفرومه زي ما تحبي، هنحتاج ملح وفلفل اسود، ومعانا طبعا ايه حته سمنه على زيت، ومحتاجين طبعا ميه علشان نسوي الرز. وسلقين احنا كده كام بيضه كده لطاف علشان نديهم تحميره في حته سمنه ويتقدموا مع الكشري وبس. خلاص، وصفه ظريفه جدا وسهله قوي قوي، ان شاء الله يا رب تعجبكم. حقيقي من الوصفات البسيطه وطعمها حلو، ولو عايزين تحطوا لها كده قرن فلفل حامي كمان مع البصل او رشه شطه، يبقى حاجه كده مشطشطه من بعيد، فاهمين؟ مش تحسوا انها حراقه، لا، يبقى حاجه كده خفيفه قوي مع الاكل، بيبقى تحفه بصراحه، انا بحبه قوي. هنحط زيت وكمان سمنه، هنحط الاثنين كده عشان يعملوا لنا طعم طعم حلو للكشري. ناخد كده حته سمنه كده اهو، زيت وسمنه، وهننزل بالبصل. اول حاجه عايزين البصل كده يدبل شويه كده، بس كده ما ياخد ويدي. تعالوا نبص على الشكشوكه اهي، بصوا انا مهديه النار عليها خالص، هيبتدي البيض اهو شكله استوى، وريحتها مش قادره اقول لكم، ريحتها تحفه، ريحتها فظيعه، كل المكونات ريحتها قويه. بصوا عايزه عيش سخن بقى، ياه ياه، وسيبوني عليها بقى وسيبوني عليها الحلوه دي، خطيره اهو. النار عايزه تشد حيلها شويه. والعدس بقى، العدس الاصفر او دايما البقول، يعني يفضل ما نجيبهاش سايبه، احسن حاجه ان احنا نجيبها مغلفه مكتوب عليها تاريخ الانتاج والانتهاء. يا جماعه ده بيبقى افضل بكتير، عشان ما يبقاش بس فيها حصى ولا فيها اي حاجه من الحاجات دي نقعد ننقي فيها والكلام ده. فالافضل ان انت تجيبيها من شركه مغلفه من السوبر ماركت، بتبقى حلوه جدا، احسن حاجه. البصل اهو ابتدى يقول، احنا ممكن نديله رشه ملح علشان يدبل كده. اول ما يدبل هننزل عليه على طول بالعدس كده اهو. الله، على ريحه السمنه مع البصل، خطيره. انا برضو ما اكلتش وجعانه، يعني في احصائيات بتقول فعلا ان البني ادم لما بيبقى جعان بتلاقي عنده حاله كده اي حاجه قدامه عايز يشتريها، اي ريحه اكل يشمها بيبقى حاسس ان هو جعان، يعني عايز ياكل دلوقتي الحاجات دي. ودايما برضه يقول لك لو انت جعانه ما تنزليش ابدا تتسوقي حاجات من السوبر ماركت، اوعي تعملي كده وانت جعانه، لانك هتلاقي نفسك بتجيبي حاجات كتير ملهاش لازمه، لا انا هعمل ده ان شاء الله، هستخدم البتاع ده، وقالت على الصوص ده ان شاء الله هنشوف له صرفه ونجيبه، وتلاقي نفسك بتجيبي حاجات كتيره وانت مش محتاجاها. كلي الاول وبعدين تنزلي روحي هاتي حاجات من السوبر ماركت، بجد ده عن تجربه بقى فعلا. انا طول ما انا مش متغديه او ما فطرتش او كده ونزلت، تلاقوني بقى الله، ياه كنا عايزين نجرب، هات لنا منه ابقى موديه نفسي في داهيه، اعيط بقى بعد كده، بعد ما بشبع بقى اروح اتغدى الاقي نفسي ايه البتاع اللي انا جبته ده، ده وانا هعمله دلوقتي ولازم افكر له بقى في حاجه بسرعه قبل ما يبوظ وكده يعني. الله، على ريحه البصل، ننزل بالعدس. يلا يا عدس، العدس عشان كان مغسول الميه خليته ياخد له كده تقليبه حلوه مع السمنه والبصل. الله الله الله، انا
انا احب العدس الاصفر وكل حاجه، بس انا احب اكتر العدس ابو جبه الاسمر ده الاسود ده، يا اعزه اكتر، سواء اذا كان بقى مع الكشري او بيتحط في وصفات كتير جدا. على فكره العدس الاسمر ده يعني ممكن بعد ما يتسلق نحطه مع سلطه وزيت زيتون وخيار وبصل وطماطم. هعملها لكم الوصفه دي برده مشبعه وكلها فيتامينات وخطيره مع العدس الاسمر. ما جربتهاش بالعدس الاصفر بس مش متوقعه انها هتطلع ظريفه، تاني مع العدس الاسود احلى ابو جبه ده كده. وبرده لما بيبقى طبعا في الكشري، هو اساسي في الكشري، بيبقى خطير. اخد كده ايه تقليبه مع السمنه والزيت، عايزين نحط كده رشه كمون ونقلب برده. وزي ما قلت لكم لو حابين تحطوا رشه شطه خفيفه او حته كده من اي قرن فلفل حامي عندكم هيبقى حلو قوي. عايزه برده احط فلفل اسود وملح ونديله كده تقليبه. طبعا العدس ده زي ما قلت لكم ده مغسول ومتصفي، مش مسلوق ولا حاجه، هو هيستوي ويبقى زي الفل مع الرز، مش محتاج يتسلق لوحده. الله على الريحه بقى يا عيني. وننزل بالرز. بس كده نقلب بقى الكلام الحلو ده. سلام. عايزين تقللوا كمية الرز شوية مفيش مشكلة، تقدروا تعملوا طبعا ده براحتكم خالص. يا جماعة ريحته تهبل زي ما انتوا شايفين، سهلة قوي. بس كده عايزين بقى مية سخنة ده، والميه تغطي الكشري بعقلتين صباع، ارتفاع الميه يعني عقلتين صباع. وايه طبعا يا جماعه كلمه عقلتين صباع ده مقياس مصري زي بق كده، حطي لك بق فاهمي، فانت بالويم كده بتتخيلي عقلتين الصباع وبتشوفي، لان في حد قبل كده ايه يعني، هي طبعا لسه عروسه جديده فانا هفضحها بقى مش مهم، تقول لي عقلتين صباع يعني ايه؟ يعني احط صباعي في ال، قلت لها لا ده كده ده كده هتبقى مأساة. لا لا احنا بالويم كده يعني بنتخيل كده، بنشوف الارتفاع بتاع المية او الشوربة بما يوازي عقلتين صباع كده، وانت بتقلبي كمان تقدري ايه تعرفي الحكاية دي. ومع الخبرة بقى خلاص كل الكلام ده يبقى بالنسبة لك بسيط ان شاء الله. بس كده انا ايه هفضل سايباه كده ايه ياخد ويدي مع بعضه، ويبتدي الميه اللي احنا حطيناها دي تتبخر. نقوم مغطيين الحله وحاطينها على نار هاديه تماما لمده ربع ساعه. هنلاقي الرز استوى والعدس استوى وبقى مفلفل وجميل جميل جميل. ما عندكم بقى بصل عايزين تاكلوا معاه الدش بصلايه كده، ترشي مخلل براحتكم خالص، طماطم مخلله، بتنجان مخلل، مع الكشري ده بيبقى لذيذ جدا جدا. وشويه بيض هندحرجهم مع بعض دلوقتي، بيض مسلوق بنسلقه عادي جدا. انا بسلق البيض ازاي؟ بجيب ميه سخنه على النار، بنحط فيها معلقه صغيره من الملح ومعلقه كبيره من الخل، الميه تغلي كويس، نقوم نازلين بالبيض فيها، بنسيبه تقريبا لمده 10 دقائق او 11 دقيقه لو انت عايزه البيض يبقى مستوي سوا كامل. عايزاه يبقى من جوه شويه الصفار بتاعه يعني طري حبه، ممكن 7-8 دقائق تمام زي ما تحبوا، بس تبقى الميه اصلا بتغلي تمام. عايزين تسيبوه اكتر من كده 11 دقيقه زي ما انتوا عايزين. وبيتسلق بيبقى سهل التقشير بقى، خصوصا لو انتوا طلعتوه من الميه السخنه على ميه برد عادي او تحت الحنفيه كده، هتلاقيه اتقشر معاكي على طول. وندحرجه في حته سمنه، بصوا الكشري على طول اتشرب اهو، هي دي مرحله ايه ان هو كده اتشرب، بصوا شكله اهو لما بيتشرب بالشكل ده، وطبعا ريحته خطيره. هنقوم مغطيينه كده خالص ونهدي عليه النار تماما لمده ربع ساعه كده اهو. والشكشوكه خلاص تمام، هنحط فيه عليها
خطيره وريحتها تجنن. عظمه على عظمه اهو، احلى غدا. فاضل بس ايه، ندحرج شويه البيض. هنروح بس فاصل، الم كده الحواسه اللي حصلت دي، وندحرج كام بيضه كده في حته سمنه وكده. خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت ندحرج البيض بقى، حاجه تافهه جدا ولا اي حاجه. هنحط حته سمنه اهو، ومعانا البيض المسلوق. بس اهم حاجه طبعا البيض بعد ما بتسلقيه وتقشريه حاولي كده ان هو ما يكونش فيه ميه. انا هنا بصوا فيه ميه عشان ما يبهدلش الدنيا. نشفه كده علشان بس ما يطرطش ويبهدل الدنيا معانا واحنا بايه بندحرجه. بس كده بهذا الشكل الظريف. السمنه اهي ساحت، ننزل كده في البيض الحلو ده يتدحرج كده يلون ويبقى ظريف. هنبص هنا على الكشري، بصوا خطير خطير، وريحته ملهاش حل. زي ما قلت لكم ممكن تقللوا كميه الرز شويه اكتر من كده، بحيث ان الكشري الاصفر يبقى العدس الاصفر هو اللي باين اكتر زي ما تحبوا. والبيض الحلو ده كده ياخد له كده كام دحرجه لطيفه في السمنه، حته سمنه، ونبقى خلصنا الغدا. كانت شكشوكه او كشري اصفر، والله وصفات ظريفه جدا. واحلى حاجه فيها غير انها اقتصاديه وموجوده عندنا في البيت انها سهله في الحر ده، بدل ما نقف نعمل حاجات كتيره والواحد مفرهد، لا نعمل حاجات بسيطه وسهله والولاد ياخدوا على الاكل ده، والمفروض يدوقوا كل حاجه. صح ان احنا جسمنا بيحتاج كل الاكل اللي في الدنيا، والمفروض ناكل ونجرب حاجات كتيره. واللي يقولك مش عجباني، لا ما بحبهاش يا ماما، معلش نجرب، يعني نجرب مره كده ومره كده الدنيا تمشي. انا بكلم طبعا اصحاب الصغيرين، عارفه ان انا لاقي اصحاب صغيرين كتير قوي، فيعني بقول لهم اللي ماما تعمله ناكله ونقول الحمد لله ونكون مبسوطين. وصدقوني كل الاكل ده حلو، وهي ماما لما تلاقيكوا بتاكلوا الاكل الخطير الحلو ده في مره هتلاقيها بعد كده بتدلعكوا بقى بالحاجات اللي انتوا بتحبوها تعملها لكم كده. بس نغرف شويه من الرز ولا ايه؟ ولا استنى عليه شويه؟ اه لا لسه، عايز نستنى عليه شويه. بس كده، يا رب تكون الحلقه عجبتكم، والوصفات النهارده اللي احنا قدمناها في الحلقه كانت ظريفه ومشجعه كده تعملوها، خصوصا اللي ما عملهاش قبل كده. احنا عملنا اول وصفه مع بعض الشكشوكه، شكشوكه البيض، وصفه سهله جدا وبسيطه ما فيهاش حاجه. شويه خضار اخدوا كده يعني دبلوا على النار، وحطينا معاهم البيض اللطيف ده وشويه ميه، والخضار كان بصل، فلفل الوان، معانا طماطم مكعبات او عصير طماطم او طماطم مبشوره زي ما انتوا عايزين، ونعمل احلى شكشوكه ونحط فيها البيض. في ناس ما بتحبش البيض بشكله العيون ده، تقدروا بعد ما تحطوا البيض معاها تقلبوها كلها فيبقى ميكس كله مع بعضه كده، بتبقى لطيفه جدا. بصوا شكلها حلو قوي ازاي، خطيره. طبعا احنا بعد ما كشفنا عليها الغطا وابتدت تهدى وتبرد شويه اخدت اللون الحلو ده. عايزين تحطوها تحت الشوايه؟ والله تبقى برده فكره ظريفه لو تحبوا، يعني هتلاقوها حلوه جدا جدا، وايه عيش بلدي كده وبالهنا والشفا. الوصفه الثانيه عملنا الكشري، الكشري الاسكندراني بالعدس الاصفر، وصفه برده سهله جدا وما فيهاش ابدا اي حاجه. استخدمنا الرز المصري بتاعنا والعدس الاصفر الحلو، وزي ما قلت لكم ارجوكم الحاجات العدس والفول البقوليات كلها يفضل ان احنا نجيبها مغلفه من السوبر ماركت، مكتوب عليها تاريخ الانتاج والانتهاء، ده افضل بكتير ما نجيبها سايبه تكون بقى مش نظيفه او فيها حصى او الكلام ده، لان ياما ناس سنانها اتكسرت بسبب الحاجات العبيطه دي، فخلوا بالكم يعني. ان شاء الله بعد الشر عليكم كلكم.
وعملناها مع بصلايه كده، حطينا الرز والعدس مع شوحنا البصلايه وحطيناهم معاهم وشويه كمون وملح وفلفل، وحطينا ميه سخنه، ممكن ترش رشه شطه خفيفه جدا معاها هيبقى طعمه حلو قوي. والبيض سلقناه وضحرجناه عشان يتاكل مع الكشري الاصفر اللذيذ. ومعانا هنا على الترابيزه بقى شويه ترشي وبطاطس محمره، زيتون مخلل، وعيش بقى طازه خطير علشان الشكشوكه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، جربوا الوصفات وقولوا لي ايه رايكم. وطبعا كل الوصفات الحلوه دي بتلاقوها على قناه اليوتيوب بتاعه قناه النهار، في فيديوهات مختصره عشان تتفرجوا عليها كده بسرعه كده في دقيقه ولا حاجه وتجربوا الوصفات بنفسكم. بشكركم جدا ان انتوا تتفرجوا عليا، وبشكر كل حبايبي اللي بيكتبوا لي كومنتس حلوه قوي قوي، بتخليني فرحانه جدا جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله يوميا الساعه 1:30 على قناه النهار. باي باي.